وإلى موضوع آخر بحلقتنا لليوم، وأعتقد بدأت الناس تشوف هالشي وتلاحظها. فبعد إطلاق شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، فقط حقق الهاتف شهرة واسعة وأصبح الإقبال عليه كبير. لهذا فقط سارع الناس لتجربة الهاتف الجديد، ومع مرور فترة زمنية مو كبيرة بدأت المشكلات الفنية بالهاتف تظهر وتتوالى شكاوى المستخدمين منها. صحيح يا شاهي، وظهرت العديد من العيوب والمشكلات الفنية في سلسلة هواتف آيفون 15 بعد إطلاقها في الأسواق، وبدأ مستخدمو الهاتف في شكوى منها، فكانت واحدة من تلك المشاكل هي ارتفاع درجات الحرارة. حتى نعرف شنو أسباب هالعيوب لجهاز آيفون 15 ونتحدث تفاصيله أكثر، ويانا المهندس عبد الرحمن الشلال المختص بالتكنولوجيا عبر السكايب من نمسا حتى يفسر لنا الموضوع. يسعد صباحك عبد الرحمن. يسعد صباحك عبد الرحمن، نورتنا في صباح دجلة. صباح الورد عليكم، صباح الخير والسعادة على كل متابعين شاشة دجلة الفضائية، يسعد الله صباحكم. شكراً لك عبد الرحمن. عبد الرحمن، احنا حابين نحكي على الايفون 15 اكثر. دائما نشوف لما ينزل ايفون جديد او تليفون جديد من شركه ابل، المنتقدين واللي ما يستخدمون هذه الاجهزه هم اكثر الناس يقولون انه شكله ما اختلف، سعره غالي، بهوايه مثلا سلبيات او مثلا حرارته ترتفع او هذه الاشياء، وتطلع هنا شركه ابل تبرر الاشياء وتبرر هذا ليش وهذا ليش سويناه بهذه الطريقه، ولكن همنا ما يقتنعون بهذه الاسباب. شنو السر وراء هذا الموضوع؟ طبعا تعرفون انتم كل مشروع يبدي اكو له ناس اعداء للنجاح او مثل ما نقول منافسين له، اللي هم مثلا مستخدمين من غير اجهزه ومن غير ماركه، فدائما يواجهون اللي شركة أبل بصناعاتها وإحداثياتها وأبديات اللي نزلوا دائما بهواتفهم الذكية. فأول ما صدرت شركة أبل في شهر التاسع بعد مؤتمرها آيفون 15 والتغييرات الجديدة اللي عليها، فرأسا حدثت هجمة كبيرة كلش عليها، وهي تحدث ما ربما يعني يصير لما الواحد يسوي فد منتج وبعد ما يتأكد من فحصه كاملة، لكن المستخدم راح يجد به عيوب. فظهرت بعض العيوب في الوجبات الأولى من أجهزة الآيفون وارتفاع درجات الحرارة اللي أثناء التنصيب لأجهزة الآيفون، فلاقوا صدد واسع من المعارضين لشركة أبل أو الغير مستخدمين شركة أبل أنه انتقدوهم انتقاد كلش كبير. نعم، طيب عبد الرحمن، شنو هي ابرز خلينا نقول الاشياء السلبيه اللي موجوده بايفون 15؟ يعني شنو الاشياء اللي يشوفوها المستعملين لهذا التليفون، انه شنو الاشياء اللي يواجهوها؟ هل ارتفاع درجات الحراره؟ البعض من عندها حتى يقول انه الكاميرا ما تطورت او بها غير اشياء مثلا ممكن هم يعانون من عندها المستخدمين لهذه الجهاز. من الناحيه التقنيه طبعا هي هنا غيرت بالبروسيسور مالتها، المعالج حدثتها الى الاي 17، وبنفس الوقت انه الكاميرا ارتفعت من القيمه مالتها مثلا بالايفون 15 برو ماكس، ضافوا انه الزوم مالتها الى ال 5X مثل ما هو موجود في سامسونج والجالكسي وبالبرو ال 3X. ولكن شنو الخلل اللي صار بالنسبه لارتفاع درجات الحراره اللي صارت بالاجهزه الايفون؟ هو اولا اختلاف مزود الطاقه اللي هي تغيرت بسبب توافقها مع انظمه او مثل ما صار او مثل ما فرضوا عليها قوانين الاتحاد الاوروبي، انه تتوحد الشواحن الكيبل يتحول الى تايب سي. فهنا تعرفون انه شركه ابل عندها اكثر من منتج، عندها الايباد، عندها الماك برو، الماك بوك، فبنفس الوقت ذني كل الاجهزه تستخدم التايب سي. المشكله اللي صارت انه ايفون يتحمل تايب سي 20 واط او 21 واط ل 29 واط، اما بقيه الاجهزه في لها كيبلات اخرى تشبه كيبلات الايفون ولكن بمزود طاقه اعلى. اثناء التنصيب واثناء استعاده الملفات من الهاتف القديم الى الهاتف الحديث،
فهنا راح يستغرق راح يستغرق عملية من الطاقة، وبنفس الوقت عملية تحديثات إلى الهاتف، فيسبب ارتفاع درجات حرارة عالية جدا بحيث ما يقدر واحد إنه يقدر إنه يمسكه بالإيد. فهي واحدة من المشاكل اللي واجهتها شركة أبل، وإلى الآن ما أنطت أجوبة، ولكن عالجتها في الوجبات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة. نعم، بما أنك بالمجال، أنت تنصح الناس اللي يريدون يشترون آيفون 15 أنه يشتروها؟ هل هي فعلا زينة وعيوبها يعني قليلة أو ممكن تنحل؟ طبعا آيفون 15 برو ماكس نزل هو للناس اللي يستخدمون أكثر بعالم التصوير أو نقل الملفات، أو أنه يختصر لك عمل الكمبيوتر والكاميرا بنفس الوقت في جهاز الهاتف المحمول. أما بالنسبة للي عدى مثلا آيفون 13 برو ماكس أو آيفون 14، فهو يكفي بالغرض، يعني ماكو تغيير كلش كبير يخلي الواحد يضطر أنه ينتقل للآيفون 15، بالرغم من أنه السعر مالته والتكلفة العالية اللي موجودة، لكن ضافت به ميزة جدا كبيرة بآيفون 15 برو ماكس، أنه واحد يقدر يخلي أنه اليو اس بي سي اللي هو نقل الملفات أو الصور اللي هو الهارد الخارجي. بالتليفونات القديمة ما عندنا هذه الميزة، لكن نزلتها بهذا الهاتف الجديد. فهنا يبقى غرض استخدام المستخدم، انه انا احتاج انه انقل من خلال الهاتف مالتي ملفات مثلا، فاضطر انتقل الى الايفون 15 برو ماكس. اما انا لغرض فقط تنصيب البرامج والمحادثات واستخدام المكالمات الهاتفية واستخدام العادة الطبيعي، فيكفي انه بالغرض يكون عندي ايفون 13 برو ماكس او 14 او حتى 12، يعني هن يكفن بالغرض. نعم. طيب عبد الرحمن، احنا دائما بنشوف، بما انه قلنا اكو هوايه يشتكون من هذا الجهاز، ليش شركه ابل بما انه هي شركه عملاقه وقديمه، ليش تصير دائما مشاكل بالاصدارات اللي تقدمها؟ يعني ليش ما يحلون المشكله؟ المشكلة هم محددين الوقت انه لازم يصدرون اصدار جديد، وبنفس الوقت انه لازم يشوفون في التغيير، يعني انه يحاولون انه يغيرون من الاجهزة حتى يتقبلون صدد واسع من الناس اللي يشترون الها او الزبائن. بس لكن لربما انحصروا بالوقت، بالاضافة الى انه تغيير مزود الطاقة الى التايب سي، بالاضافة انه ما قدروا يوصلون في المرحلة حتى بتغيير شكله ولونه، مجرد انه وصلوا حتى انه اجوا فد الفكره انه التيتانيوم انه هذا ما يتحمل صدى او ما يتغير اللون مالته او ما ينكسر. لكن للاسف بعض اليوتيوبريه عرضوا انه حتى هذه الاجهزه التيتانيوم بامكانها انه تتجلى، بامكانها تتغير اللون مالته، بامكانها حتى انه الشاشه تنكسر من مكان مرتفع عالي. فهنا فشلت ابل بتحديثاتها الجديده. فأنا كمستخدم لشركة أبل إلى الآن ما اشتريت آيفون 15 برو ماكس، ما شفت به تغيير كلش كبير، يعني خاطر أنه انتقل إلى نقلة تقنية أو تكنولوجية عالية. نعم. شنو الإضافات اللي ضافها آيفون 15 واللي ممكن فعلا نستفيد منها، وشي ما موجود بأي هاتف ذكي آخر؟ مثل ما قلنا مزود الطاقة اللي هو تايب سي، فيه طاقات شحن سرعة عالية، بالإضافة إلى أنه الآيفون 15 برو ماكس بإمكان أنه يشحن تليفونات أخرى من نفس الكابل، بالإضافة إلى أنه بإمكان أنه أخلي أدابتر أنه أسحب من خلال الفايلات من الهاتف من دون ما أنه ألتجئ إلى الكمبيوتر وأربطه، وخاطر أنه أنزل الصور عندي مثلا وخزنها، صار هسه بإمكاني بشكل، لأنه هنا المستخدم يبحث عن أشياء مختصرة إلى للوقت، وبنفس الوقت يعني انه الجلوس على الهاتف واستخدامه يكون بشكل اسرع من السابق، وبالاضافه ايضا انه الى برامج اخرى تحديثات جديده اللي صارت. شكرا لك عبد الرحمن، انت دائما يعني دائما ما تنقذنا باخبار التكنولوجيا وكل التطورات اللي تصير بعالم التكنولوجيا. شكرا لك، نورتنا. شكرا عبد الرحمن.